أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل باليد اليسرى من باب الكراهة أم من باب التحريم؟ المشهور عند العلماء أنه للكراهة، ولكن بعض العلماء يقول للتحريم، وهذا أصح، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، لا سيما وأنه علل النهي بأنه تشبه بالشيطان، فكونه للتحريم أقرب. نعم.